Hello everyone, this is Chef Nao with you all the way from Norway. In the following series, I will present you with restaurant grade recipes you can use in your own home. بيض عدد 3، حليب 80 جرام، يفضل حليب كامل الدسم أو الموجود عندكم. نوضع قليل من الملح، الفلفل الأسمر والأوريغانو أو زعتر أو التوابل حسب الذوق. نوضع معلقتين زبدة. نوضع الخليط. نوضع بالفرن، نشغل الفرن من فوق ومتحت 8 دقائق بياخد تقريبا. نطلع من الفرن، نوضع الجبن، ندخل الفرن تقريبا دقيقة واحدة حتى تذوب الجبنة فقط، دقيقة واحدة. هيك أصبح جاهز. نرش عليه الأوريغانو أو الزعتر أو حسب الذوق. هي كتير روعة، أكتر من روعة. الوصفة الثانية، نوضع 3 بيضات، نوضع ملح وفلفل أسمر رشة رشة. نوضع قليل من الزيت أو سمن أو زبد حسب الذوق، والخضار نفس الشي حسب الذوق. درجة الحرارة تكون أقل من الوسط، ما تكون عالية كتير، بس يدبل الخليط شوية. نوضع البيض. هيك بعد 5 دقائق نوضع الجبنة، ننتظر 5 دقائق. أهم شي الحرارة تكون منخفضة، يعني أقل من الوسط. هيك أصبح جاهز، بنرش عليه الزعتر أو الأوريغانو. الوصفة الثالثة، قليل من الزيت، بصل نصف رأس أو نصف كوب، فلفل أخضر ممكن حار أو بارد، نوضع ثوم 2 سنتوم، طماطم نصف كوب يعني تقريبا حبة ونصف حبتين، نحرك شوية حتى يذبل، نوضع معجون الطماطم. يعني العملية هذه أخذت 5 دقائق. نضع قليل من الملح وقليل من فلفل الأسمر حسب الذوق. كوب إلا ربع ماء. وضع الغطاء وانتظار 5 دقائق أخرى. نعمل حفر ونضع البيض بالحفر، نتركها 5 دقائق أخرى، يعني كل مرحلة 5 دقائق أخذت. الحرارة تكون منخفضة أهم شيء. وهيك أصبحت جاهزة. صحة وعافية، في أمان الله. انتظرونا بوصفة جديدة. أتمنى الاشتراك بالقناة. شكرا كتير لكم. إذا عجبكم الفيديو تعملوا لايك. مع السلامة.